لكن لو انا عايز مثلا اعرض رقم التليفون الاول مثلا، يعني تعال نشوف كده مع بعض، انا عايز اعرض مثلا رقم التليفون الاول، يعني عايز اعمل كده، عايز اقول لا انا عايز اسيلكت الاي دي والسالري ماشي زي ما هو كوما، بس الفون ده انا مش عايزه كده، الفون ده انا مش عايزه كده، بقول له جيسون اكستراكت البديل بتاعنا اللي شغال معانا، اكستراكت من الديتيلز، احنا ما عندناش ديتيلز، من السالري بقى صح، من الفون، اسف من الفون صح كده، اكستراكت من الفون بتاعنا، احنا عايزين نوصل من الفون، بس احنا الفون بتاعنا، الفون بتاعنا اللي احنا عايزين اكستراكت منه، عايزين اكستراكت منه ايه؟ تمام؟ عايزين اكستراكت منه اللي احنا عايزين اكستراكت منه، نعم اكيد حاجه في الاري، كده انا بقول له اول اليمنت في الاري، كده بقول له اول اليمنت في الاري، فاهمني؟ كده بقول له اكستراكت لي اول الاليمنت رقم 0 من الايه؟ من الفون. تعال نجرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. ايه اللي حصل المره دي؟ عمل اكستراكشن من الفون، جاب لي اول ايه؟ اول فون نمبر، صح كده ولا ايه؟ قول طبعا اعمل يا دكتور بعد اذن حضرتك، لو انا عاوز اختار فون خاص بقى مثلا، اقول له تليفون العمل، تليفون، يبقى الكلام لازم ده، انا اسجل بقى الكلام ده لو متسجل، ده الكلام ده لو احنا مسجلين ده، بس احنا مش مسجلين ده دلوقتي، لكن لو احنا مسجلين الكلام ده عندنا، عندنا ده في التيبل بقى ذات نفسه في الام، عندنا اخو اللي انت بتفكر فيه ده هنا اهو زيه بالظبط، نفس الفكره اللي هي دي الجوب هيستوري، انا عايز السالري، بس السالري لما كان دكتور او لما كان انستراكتور، صح فاهمني؟ نفس الفكره، ايوه مظبوط، نفس الايه، نفس الفكره بالظبط. طيب احنا فعليا عشان بس نستفيد من الجيسون ده بشكل كويس، احنا دلوقتي عرفنا بالجيسون اكستراكت انكستراكت فيلد، صح؟ بالشكل ده بنطلع فيلد من جوه، الفيلد ده اللي هو بالنسبه لي زي دول كده، اللي هو دخل يعني اول اتريبيوت جوه الاوبجكت، او يعني زي النيم اقدر اكستراكت، السالري، الجندر اقدر، صح ولا ايه؟ يعني ده بالنسبه لي كله سهل، يعني لو رجعت قبل الفيو كده زي ده بالظبط انا اقدر اعمل كده، خدوا بالكم عشان نمشي بالتدريج عشان نستفيد من الفكره ذات نفسها. هنا السالري ما عندناش مشكله، طب هنا اهو اقدر بنفس الاسلوب انادي على الجندر او النيم، صح؟ هنا اقول له نيم واقدر اقول له ايه بقى؟ كان ايه؟ النيم، وعايزين اي حاجه كمان مثلا الجندر مثلا. ده الشكل الايه البسيط بتاعنا، بس انا عايز اتكلم عن الحته برضه في ان تاخد بالك ان النيم هيجي ازاي، لان مش كل النيم عندنا اسم مباشر، فانا لو دخلت هنا اللي حصل اللي الاي دي 11000 عبد احمد عبد الماجد وميل عادي جدا، 3 12000 محمد حسن وميل عادي جدا، 4 و12000 والاف نيم احمد والال نيم عبد المنعم وام، مظبوط، وهكذا، تمام؟ يعني اللي فيه اف نيم وال نيم قصه، واللي ما فيهوش اف نيم وال نيم ايه؟ قصه ثانيه. لان احنا اللي ما كناش عاملين استراكشر واحد للتيبل بتاعنا. تمام كده؟ طيب. طب افتراضا انا عايز اوصل للناس اللي عندهم اف نيم. دي مرحله خطوه ان احنا بنتكلم فين؟ عشان تبقى انتم فاهمين، احنا كده عرفنا الاولانيه ان احنا نقدر نكستراكت فيلد. ماشي يا شباب؟ ان احنا استراكت فيلد من جوه الاوبجكت. يعني نقدر نستراكت اتريبيوت من جوه الاوبجكت، بروبرتي من جوه الاوبجكت، ماشي؟ اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ايه؟ طب انا عندي دي جوه دي، يعني اتريبيوت اوف ايه؟ او بروبرتي اوف بروبرتي، هي المفروض اصلا البروبرتي اللي اسمها دي اوبجكت اصلا، المفروض دي بالنسبه لنا احنا ايه؟ بالنسبه لنا احنا دي اوبجكت في الاساس، اصلها كده، اصلها كده،
طب اعمل ايه عشان اقدر اوصل لحاجه زي كده؟ تعال نجرب نيم دوت اف نيم. بالظبط. نيجي ناو كده نقول ايه، تعالى هنا هو كده سيبنا من كل ده، احنا عايزين نوصل للحته اللي احنا بنتكلم عليها. النيم ده بالنسبه لي ده الاوبجكت، تمام؟ عايز اوصل للبروبرتي جواه، المنطق بتاعنا ان انا اقول دوت اف نيم، صح كده؟ غير يجيب الاف نيم منه. لو جيت عملت كده ونشوفها، بسم الله تو جو، جاب لي قالي فعلا النال نال، وجاب لي احمد وامل وامل، الثلاثه دول مالهم؟ دول فيهم اف نيم، صح؟ الباقي ما كانش فيه اف نيم، مظبوط. يبقى الموضوع حتى ما اعرفش مين اللي رد عليا، الموضوع كان منطقي. الموضوع كان ايه؟ ترتيب منطقي، هو قدر يستفهم ان هو هيقول نيم دوت اف نيم، مفهوم، صح ولا ايه؟ طب ما كده في مشكلة يا دكتور بالنسبة لنا، ان بعض الاسماء اللي مكتوبة في النيم مش جايبينها، والاسماء اللي هي مقسومة نصين محتاجين نعمل لها كونكاتينيشن عشان تظهر. فلو عايزين نجيب التلاتة بقى اللي هو او اللي الحاجات اللي معمولة لها كونكاتينيشن اف نيم ولاست نيم، ونجيب النيم، يعني النيم لو نال، او هنجيب النيم ولو في ما عرفناش نجيب حاجة بالشكل اللي هو التفصيلي ده، نبقى نجيبها معمول لها كونكاتينيشن. ازاي دي نعمل حاجه زي كده؟ بس هو كمان يا دكتور ما احنا جابش محمد حسن، بالرغم ان هو مكتوب اسمين لا انا مش برضه. سامعك، انا مش سامعك، في حد بيتكلم بس انا مش سامعك. محمد حسن برضه كان في محمد حسن وما جاش، ايوه، ما هو عشان دوت كان نيم على بعضه. يعني اعتبر هو اسم مركب على بعضه. هو على ما فيش اف نيم، لا هو بقى بيدور على الاف نيم اللي جوه النيم يا شباب، هو ماشي بيدور على ايه؟ على، طب هو هنا احمد عبد الماجد، لا ما فيش اف نيم، محمد حسن ما كانش فيه اف نيم، هنا في اف طب هو نيم، بيعتبر احمد بقى، هنا في امل، بيعتبر هنا احمد في عبد امل، الماجد ده ايه؟ هو بيدور على ايه؟ الفكره كلها انا بدور على ايه؟ مش انا كاتبها مش ازاي؟ انا كاتبها ازاي؟ انت كاتبها ازاي دي انت اللي تنسقها عشان تظبطها لنفسك. فاهمني؟ تمام. لكن احنا بنتكلم على هو بيظبطها ازاي؟ طب زميلنا بيتكلم في حاجه تانيه خالص. بيقول انا عايز اطلع النيم في احيان واطلع الاف نيم في احيان، طبعا ده المفترض بإف ستيتمنت يعني، تمام؟ إف فعل. احنا كان عندنا لو عملنا كده، تمام؟ احنا ممكن لو ناخد بريك نصلي ونرجع تاني يبقى كويس يعني، مش مشكله، بس انا نجرب دي على السريع وكده، لان احنا المفروض ناخد لنا بتاع نص ساعه زياده لان قطعنا نت وكنا داخلين متاخر، فيعني ضيعنا شويه وقت بعد اذنكم. فانا هنا اهو، ده كده بالنسبه لي هيرجع لي اسم، صح؟ او يرجع لي نل. ها مين معترض؟ ايوه يا دكتور، يرجع ايوه لي يا نل دكتور، امتى؟ هيطلع لهم بيرجع لي نل امتى؟ لو هو شغال بمبدأ النيم نيم وما بس، كانش فيه صح طبعا. ده طبعا ويندوز. انا بحاول اتحايل على الشغل اللي انا عامله، اللي هو اصلا انا عامل استراكشر مش مظبوط، بس ده مش صح، بس بالمره. فانا المفترض اقدر اقول ايه؟ احنا كان عندنا اللي هي الاف ستيتمنت، الاف فانكشن، الاف فانكشن انا افتح اف كده وافتح كوز، وادي اول حاجه بتاعتنا اهي، المفترض ياخد كونديشن. لو كان ده بيساوي نل خلاص عندنا حل من الاثنين، لو كان ده بيساوي نل عندنا حل من كوما، ده كده كونديشن، ده كده مين يا شباب؟ الكونديشن. كونديشن بعديها كوما احط الترو، كوما احط الايه؟ احط الفولس. انا عايز فولس يحصل اثناء الترو ايه؟ ايه اللي انا عايزه يحصل اثناء الترو لو كان بيساوي نل؟ او لو كان بيساوي نل معلش هتستراكت ليا مين؟ هتستراكت بس النيم. نيم بس. نيم بس. صح كده؟ ده في حاله مين؟ ده في حاله ان هو قولوا معايا، في حاله ان هو في ان مفيش لو الفيرست نيم مفيش كوما. طب لو في حاله بقى ان في مش بيساوي نل، قلت له انا يبقى نجيب هعمل بقى ايه؟ نعمل كونكاتينيشن. عايز تعمل كونكاتينيشن؟ نعمل كونكاتينيشن عادي. الفيرست نيم واللاست نيم، صح؟ واللاست نيم. كونكات، نعمل بقى كونكات، نستخدم الداله اللي اسمها كونكات، صح؟ كان عندنا كونكات تاخد كوما، صح؟ وديها لايه؟ ايوه وديها التاني اللاست نيم. اللاست نيم واقفل الكونكات، نقفل ونقول له از، ندي له الياس فول نيم بعد كده. نعم نديله الياس فول نيم، نقول ان ده يعني فول بس نيم ممكن عشان كمان اكون كات كمان سبيس كوما. طبعا يبقى انا اخد الاف نيم خلاص واكون كات معاها سبيس
وبعدين اكون كاتب معاها ال نيم، وبعدين اقفل في الاخر الاف، ما تنساش بالله عليك. صح، ايوه انسى الاف في الاخر نسينا. الاف اهي. يبقى الاول ده كان كونديشن، وبعدين لو كان ترو هيعمل اكستراكت المين للنيم بس مباشره. كوما لو كان فولس هيكون كات الاف نيم سبيس والال نيم. ممكن تقول هنا بقى از نيم زي ما انت عايز. ممكن طبعا نقول ايه از نيم زي ما احنا طبعا از فول نيم، فول نيم او نيم. ممكن الكيس كيس وين ممكن. اسمع علينا يعني نشوف كده، مفيش مشاكل. يبقى احنا عملنا، فاهمين الجمله يا شباب؟ ايوه. في جالنا احمد سبيس عبد المنعم وامل سبيس اه، بس اللي دول ما ظبطوش. يبقى معناها الكونديشن بتاعنا اللي فاتح المايك والواد الصغنون يعني. ده ابني يا دكتور والله. في المايك بقى لو قلنا از نال نجربها باذن الله. الله ينور، اشترك معنا باذن الله عادي جدا. تمام، حتى بيستاين بقى. ايه بقى عندنا؟ احمد عبد الماجد، عندنا محمد حسن، عندنا احمد عبد المنعم، عندنا امل حافظ، عندنا امل ايه حافظ. بكده ايه؟ بكده نكون قدرنا نعمل الفكره اللي كان زميلنا ايه طالبها. بس ده كله بالنسبه لي مش شغل جيسون يعني. يعني حتى الجمله الاف الجميله دي وبتاع ما عندهاش فيها مشكله، بس هي مش جمله جيسون يعني. الجسم كله في الفكره بتاعت ان انا ازاي اكستراكت فيلد مباشر كده. تمام، او لو كان الفيلد بيحتوي جواه على بروبرتيز عملته ازاي؟ قلت الدولار ساين دوت النيم ده الاوبجكت خلاص دوت الايه الاف نيم. يعني باختصار حتى الان انا بس عايز اعمل اختصار كده الناس فوق. كونكلوجن بسيط كده. تمام، نحن نعرف نحن عندنا اول شكل بنعمل كده دوت الفيلد. صح كده، ده اول منظر صح كده. والمنظر الثاني دوت اوبجكت دوت الفيلد، ده الشكل الايه الشكل الثاني اللي احنا اخدناه لغايه دلوقتي. صح يا شباب؟ محدش يرد عليا. صح، واخدنا ده خدنا الشكل ده اللي هو يجيب واحد الري. يجيب خدنا ده كده اكستراكت من الري ده ايه الري اندكس. صح كده؟ تمام. ايوه دكتور، بس في حاجه خدوا بالكم منها. الري اندكس اللي احنا اخدناه ده اخدناه لما احنا كنا عاملين فيو. صح؟ بالظبط. فكان الكولوم الري، يعني اكننا عملنا ايه؟ وده على فكره مهم، يعني المثال ده بالذات مهم قوي، لان اغلبكم هيجي يستخدم لما يجي يعمل حاجه مالتي فاليود. اي حاجه مالتي فاليود هم عاملها ايه؟ جسم على طول، ما تفكرش، ما تروحش بقى تعمل تيبل تاني ومن التيبل تاني تعمل مش عارف ايه، مش معقول. فاهمني؟ مش معقول. انت هتقوم عاملين على طول ايه جسم. خلاص، فعشان كده ده مثال مهم. لكن في اللي قدامنا ده اللي هو الام ده لما نرجع لاصله، لا الفون كان 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 بروبرتي جوه اوبجكت، ما كانش مباشر. واخدين بالكم؟ ما كانش فيلد مباشر، لا ده كان جوه الاوبجكت. هو الفكره ولا ايه؟ ايوه دكتور. تاني الفيو كان ده كان دي قيمه مباشره، كان دي قيمه اللي انا معلم عليه ده كان هو ده القيمه على طول اللي هو بتاع. تمام، تعالى ارجع له. ادي الايه؟ ادي بص، شايفين الفون؟ كان الفاليو بتاعته على طول عباره عن ايه؟ عباره عن اري مباشره كده. صح؟ قيمه مباشره. عندي كذا مشكله عايز احلها في الموضوع ده. اولا ازاي اقدر اضيف قيمه على الاري؟ يعني اعمل تعديلات على الاري، الاري اللي موجوده اقدر اضيفه اعدله واعمل كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين نشتغل اصلا على اللي هو كده، على الاوبجكت كله على بعضه.
صح ولا ايه؟ الاوبجكت جواها بروبرتي، تمام والبروبرتي جواها ايه؟ جواها الرينج. مظبوط كده؟ تمام تمام. معلش يا دكتور، في بس استفسار في موضوع الديكشنري سينتاكس، او سوري الجيسون سينتاكس. الدبل كوتيشن دي لازم، يعني انا لو عندي حاجه من نوع رقم زي مثلا السالري، فهل انا محتاج ان انا احطه بين دبل كوتيشن، ولا ممكن اكتبه كده ده مباشره؟ كله قدام الكوتيشن، لان هو الجيسون بالنسبه له قيمه اضيفت على الماي سيكول. لكن خد بالك مش معنى كده ان هو ما بيفهمش، بيفهم، بدليل ان احنا الدليل اللي احنا عملناه اصلا، احنا عملنا الدليل ده لما جينا قلنا له ايوه، ويري ان السالري اكبر من 11000، قدر يتعامل معاها. هو فاهمه، بس انا لو لازم عشان اتعامل معاها، اتعامل من بره باي ابلكيشن، لازم اتعامل معاها على هيئه جيسون، مش هتعامل معاها على هيئه فاليو عاديه. يا اما بقى اخدها واعمل سبليت واطلع الدبل بص كوتيشن بص، والكلام لا ده. هو في المودرن تكنولوجيز، يعني احنا بنعمل حاجه اسمها الباك اند والفرونت اند. في الباك اند بنشتغل اي بي اي، خلاص. والاي بي اي هنا بقى ممكن تستلم زي ما انت عايز، يعني تخلي الابلكيشن يبعت لك اي حاجه زي ما انت عايزها، وتبدا الاي بي اي هي استقبل اللي بتشوف جيسون، انت استقبل. بتعمل الداتابيز ازاي وبتتعامل مع الداتابيز. فيبقى في حاجه اسمها اي بي اي بتتعامل مع ايوه الداتابيز، ما لهاش دعوه بالابلكيشن، تمام، اللي هو الفرونت اند ابلكيشن. فرونت اند ابلكيشن يشتغل زي ما هو عايز، ده المفروض، تمام كده. تمام. بس انا استاذنكم ناخد بريك، نصلي الظهر.